Добрый день, дорогие зрители, учителя, ученики и все, кто нас смотрит. Нахаркум саид, аъзаи аль-мушахидин, аль-мударрисин, аль-тулляб, وكل من يشاهدنا وكل من يهتم باللغة الروسية. كما تعلمون بدأنا منذ حلقتين تقريبا، يعني أحد المواضيع الشيقة وفيها صعوبة شوي في اللغة الروسية، وهي أفعال الحركة. أفعال الحركة بالحقيقة يمكن استخدامها، أو لكي نستخدم بالشكل الصحيح يجب أن نتعلم أقل شيء الثلاث، يعني كاك مينيموم ثلاث بديجات أو ثلاث قواعد، ثلاث حالات عربية رئيسية. الحالة الأولى هي حالة الفينيتي نيباديج اللي نحن كنا عم نتكلم عنها، حالة المفعول به مع السؤال كودا إلى أين. والحالة الإعرابية الثانية اللي هي الرديتي نيباديج أو تسمى حالة المضاف، نحن أخذنا عنها فكرة تقريبا من يعني منذ أكثر من 15 أو 16 درس تقريبا، يعني ممكن الواحد يرجع عليها، وأنا اليوم راح إذا إن شاء الله لحقنا بذكركم فيها. اللي هي لما يكون السؤال إذا مع الفينيتي نيباديج، الحالة الرابعة الإعرابية، الحالة النصب، هي لما تكون الحركة باتجاه الذهاب. ونستخدم الحالة الإعرابية الثانية المضاف إليه عندما تكون الحركة باتجاه القدوم بشكل عام. نستخدم أيضا حالة إعرابية أخرى هي حالة المقصود عندما نتكلم بشكل عام أن الذهاب يتم إلى عاقل، إلى شخص وليس إلى مكان. نتكلم عن هذا إن شاء الله لاحقا. كما تعلمون بدأنا بالأربع أفعال، خلينا نقول الرئيسية الذي نستخرج منها، سوف نستخرج منها الكثير من الأفعال، وهي تقسم إلى زوجين، دوي بار، بارا أديني بارا دوا، يعني بمعنى بارا يعني زوج من الأفعال. وأذكركم أيضا شتومي قبري لأتوم شتو بأننا تكلمنا عنه، أن مع أفعال الحركة يجب أن نفهم المفهومين التاليين الرئيسيين، وهو أن فعل الحركة يحدث باتجاه واحد إن كان ذهاب أو إياب ولمرة واحدة، أو أن تكون هذه الحركة باتجاهات مختلفة أو بمعنى ذهاب وإياب. إذن هذا بشكل رئيسي القسمين الرئيسيين، إذا حركة باتجاه واحد ولمرة واحدة عمليا، وحركة باتجاهات مختلفة ذهاب وإياب أو لأكثر من مرة. أيضا يمكن أن نصنفها من ناحية خلينا نقول آلية الحركة، يعني هل أنا هذه الحركة تتم مشيا على الأقدام أم تتم ركوبا بواسطة مثلا وسائط النقل، أو أنا راكب على أي شيء يعني له يتحرك من ذاته، أو له عجلات بشكل عام، يعني ممكن يكون الدراجة الهوائية، ممكن يكون لعبة الأطفال اللي تسمى السكوتر على سبيل المثال، أو أن مثلا على أحد الحيوانات عسفين، أو أحد وسائط النقل، تاكسيماليوت، طائرة، بويز، القطار، ماشينة أو أفتوموبيل، السيارة، الأفتوبوس، الباص، فيليسيبيد، الدراجة الهوائية، وهكذا. تمام؟ إذن يجب أن نفهم هذا الموضوع، هذا حكينا عنه سابقا وجسدنا وأخذنا عنه أمثلة. هلا هون راح انا ارجع اذكركم بسرعه، هذا نحن تكلمنا عنه سابقا كما قلت انا. الفعلين الاولين اللي راح ناخذهم من الافعال، من الافعال الرئيسيه، فعل اي تي هذا على اليسار، وفعل يخت. طيب هلا لو لاحظنا السهم عندنا هون اتجاه الحركه واحد، هون اتجاه الحركه واحد، يعني هذا من الصنف الأول أن الحركة تجري باتجاه واحد معين أو محدد، ممكن يكون بالذهاب، ممكن يكون بالقدوم، المهم باتجاه واحد. ولاحظوا من الصورة أن الفعل الأول هو ماشيا أو مشيا على الأقدام، نسميه بيشكوم، بيشكوم، مشيا على الأقدام.
الفعل الثاني هو أخذنا تمثيل عنه الدراجة الهوائية أو ما يسمى ناترانسبرتي على وسائط النقل أو بواسطة وسائط النقل. إذن هذا ماشيا وهذا راكبا. وكما ذكرت أنا سابقا أنه في اللغة الروسية يعني من ميزة هذه الأفعال إن عندما أنا أتكلم أستخدم هذا الفعل يعني لا يحتاج أن أقول لك أنني أنا جئت مشيا أو جئت راكبا. إذا استخدمت هذا الفعل خلاص يفهم أنه أنا جئت ماشي، وإذا استخدمت هذا الفعل فخلاص يفهم أنه أنا جئت راكب على يعني بواسطة ما، على واسطة ما، سيارة، طيارة، قطار، بسكليت، يعني أي شيء، تمام؟ إذا هكذا يفهم مباشرة باللغة الروسية. أيضا يفهم إذا استخدمت هذا الفعل أنا جئت ماشيا أو عفوا أنا مشيت أو ذهبت ماشيا باتجاه واحد. وأيضا هنا يفهم أنني أنا مشيت أو عفوا ركبت أو سافرت راكبا وأيضا باتجاه واحد. يعني هكذا يفهم باللغة الروسية. انتهى الموضوع. طبعا أنا راح أعيد تصريف الفعل، هذا يمكن لثالث مرة نذكره، يعني ما في إشكال ذكرناه بسرعة. فعل إيتي يعني ماشيا، يمشي. يا إيدو، تي إيديوش، أون أنا إيديوت، مي إيديوم، في إيديوتي، أني إيدوت. إذن هذا تصريف الفعل بالمضارع. الماضي منه كما تعلمنا، طبعا هذه اللوحة ليست غريبة علينا، نحن كررناها عشرات ربما المرات بالأفعال الماضية. يعني نحن حاليا وصلنا أكثر من 30 فعل تقريبا، أو حوالي 30، أكثر من 30 بشوي. الماضي منه شيول للمذكر كما تعلمون، شلا للمؤنث، وشلي للجمع. إذا المذكر المفرد والمؤنث المفرد والجمع. ايضا هذا كله شرحنا سابقا كيفيه يعني تشكيل فعل الماضي والمضارع. الفعل الثاني هو اليخت. اذا لما انا بسمع كلمه يخت او فعل يخت بعرف بفهم انه انا راكب ورايح باتجاه واحد مثلا او ماشي باتجاه واحد. يصرف على الشكل التالي، يا يدو، تي يدش، اون انا يدت، مي يدم، في يدتي، اني يدوت. الماضي منه يخل، يخلا، يخلي، تمام؟ يعني مثلا أنا راكب بالسيارة، مثلا بالسيارة أقول يا يدو ناماشيني، أنا راكب بالسيارة. وهون أنا يا يدو، يا يدو بيشكوم، ما في يعني ما في داعي أقول أنا ماشي مشي، أقول يا يدو خلاص يفهم إنه بيشكوم، يفهم إنه مشي يعني. ويا يدو خلاص يفهم إنه أنا راكب بأحد الوسائط. أما إذا بدي أحدد أنا مثلا راكب سيارة أو طيارة أو قطار أو باص أو كذا، فأذكر يا يدو ناماشيني، يا يدو نافتوبوسي، تمام؟ ممكن نلاقي هذا الشيء موجود بعض الأمثلة. نقرأ الأمثلة السريعة أيضا على هذان، على هذين الفعلين، الأفعال الحركة. طبعا أنا يعني ربما عدت مرة ومرتين وثلاثة، أنا متأكد اللي راح يتابع التكرارات يدور راح ترسخ هذه، لأنه فيها شوية صعوبة بصراحة بفهمها لبعض الناس، فربما بالتكرار يعني إن شاء الله الأمور تكون أسهل. سيتشاس يا إيدو مغازين، سيتشاس يا إيدو، نحن قلنا هذه الحركة باتجاه واحد، وغالبا هي توصف هذا الفعل يوصف حركة تجري أمامي غالبا. فقول يا سيتشاس الآن أنا ماشي إلى المتجر، سيتشاس يا إيدو مغازين. مي إيديوم بارك، أيضا ما تبدأ كودا في إيديوتي. تذكروا نحن طبعا نحن بس شرحنا سابقا السؤال على هذه الأفعال هو كودا إلى أين، كودا إلى أين، ورح نشوف الأمثلة. طبعا مي إيديوم، نحن هون بس عم نكرس الأفعال وتصريف الأفعال. مي إيديوم بارك، نحن ماشيين إلى البارك، نحن ماشيين إلى الحديقة. تانيا إيانيا إيدوت في شكولو، بيشكوم، هني راحين على المدرسة ماشيا. حتى لو ما ذكرت بيشكوم فيفهم إنه إيدوت إني ماشي. كاغدايا شول نابوتشتو يافستريتل دروغا. ولاحظوا كمان حكينا دحنا شرحنا أن نستخدم مع هذه الأفعال باتجاه الذهاب الحالة الإعرابية الرابعة اللي هي الفينيت النيبادج، وذكرناها وشرحنا عنها وكيف تتغير الأسماء وهكذا، وقلنا أن بوشتا لآخر آتصي تصبح بوشتو إلى البريد.
هنا أنا أقول عندما كنت أمشي، لأن هذا الفعل يعتبر من أفعال غير التامة. عندما كنت إلى البريد، أنا رأيت أو قابلت سيتل صديق أو صديقي. هلا إذا كنت أنا راكب نستخدم الفعل الثاني سيتشاس أيضا الآن يا يدوف غاستينسو، هون يا يدوف مغازين أنا ماشي إلى المتجر، وهون يا يدوف غاستينسو يعني أنا راكب إلى غاستينسا، هي أصلا إلى طبعا بده يعني يرجع يراجع الإعرابات، يراجع الحلقات الماضية كيف شرحناها. يا يدوف غاستينسو أنا راكب مثلا ماشيني إلى الفندق. مي يدم بالنيسو، نحن راكبين رايحين لوين؟ لا سمح الله، الله يبعد عنا وعنكم، بالنيسا المشفى، نحن رايحين إلى المشفى. مي يدم بالنيسو ناماشيني بالسيارة، ناماشيني يعني معنا على السيارة، ناتشوم بالسيارة. توريست السواح يدوت بأيربورت نا أفتوبوس، السواح يركبين إلى المطار بالباص. كاغدايا يخلنا موري، عندما كنت أنا مسافر، تجي معنا يعني راكبا مسافرا إلى البحر، أنا لقيت صديقي أو التقيت بصديق. تمام، إذا هاي إعادة، عم نقول نحن هذا إعادة. هلا نأخذ الفعلين الآخرين اللي هن باتجاهات المختلفة أو ذهاب وإياب. أيضا اللي على اليسار هو مشيا، لاحظوا مشيا، واللي على اليمين هو راكبا ركوب. هلا مشيا اسمه الفعل هو خديت. اذا قلنا باتجاه واحد ايتي وباتجاهات مختلفه يصبح خديت، اثنيناتهم ماشيا. والفعل الثاني نا ترانسبورتي او بواسطه الوسائط النقل او على شيء مركوب، يعني انا راكب على احد الوسائط، فيسمى يزدت، وهو ايضا ذهاب واياب او بحركه متكرره يزدت. هيك هدول الفعلين خديت ويزدت نستخدمهم لما انا بدي يعني اعبر عن الشيء التالي، اما اقول انه انا ذهبت ورجعت ماشيا، او ذهبت ورجعت راكبا، او اريد ان اعبر انني انا هذا الفعل يتكرر معي الذهاب والاياب، يعني كل يوم كل شهر كل اسبوع وهكذا. اذا نستخدمهم هدول الفعلين هون لما انا أريد أن أعبر أنني ذهبت وأتيت، كنت ماشيا أو راكبا، أو عندما أنا أريد أن أذكر أن حركتي أو فعلي هذا يتكرر. فالمثال تصريف الفعل خديت يا خجو تي خودش، لاحظوا خودش، أنا خودت ني خودم في خودتي أني خوديات، هذا من التصريف الثاني، خديل بالماضي خديلة خديلي. يزدت يا يزجوتي يزدش، أن أنا يزدت من يزدم في يزدتي أني يزديات، أيضا هذا من التصريف الثاني الماضي منه يزدل يزدلا يزدلي. تمام، إذن إما رايح وراجع أو راح ورجع أو باتجاهات مختلفة تماما، أو الحركة عم تتكرر كما ذكرنا. أمثلة على السريع، أنا خودت في شكور وبيشكوم، هي يعني عادة هون هي دائما تروح وتجي، ونفهم منها باعتبار قلنا أن حركة متكررة، وأنا ما ذكرت الزمن بشكل عام، ما قلت الآن أو البارحة، فهون تأتي معنا العادة، هي تذهب إلى المدرسة ماشية، مدرسة قريبة تروح وتجي ماشي. بينما أون يزدد شكولو نافتوبوسي، بينما فلان بيته بعيد عن المدرسة فيضطر أن يروح بالأفتوبوس، يروح بالباص. فهون أون يزدت، أنا خودت تروح وتجي ماشي، هو يزدت يروح يجي راكبا نا أفتوبوسي. كاجدي أوترا، كما قلت أنا ذكرت أنه هاي الأفعال تأتي هي متكررة، كاجدي أوترا نعرف التعبير، كاجدي أوترا كل صباح، كل صباح يا خجونا ربوت، كل صباح أنا بروح ماشي على الشغل، شغلي قريب، فكل صباح أنا يعني فعلي متكرر يا خجو شكولو، تمام؟ يا خجو عفنا ربوتو إلى المدرسة. ما نوخ كاجدي أوترا يا إيدونا ربوتو، يا خجو لأنه فعلي متكرر. يا كاجدي دين يجونا ربوتو، بينما أحدهم بيته بعيد عن العمل فهو يجو
on يزدت، فهو يقول يا يزيو أنا أركب روبوتو، يعني ممكن يروح بسيارته الخاصة، ممكن يروح بالقطار الضواحي، ممكن يروح بباص، بأي وسيلة من الميكرو تماما. فهو يزدت يزيو، لذلك استخدم هذا الفعل. وكما ذكرت أنا، عندما أنا استخدم هذا الفعل خلص هذا يفهم منه الأمرين التاليين لا ثالث لهما، أنه أنا راكبا ومتعود أن أروح وأجي، بروح وأجي أكثر من مرة، هيك يفهم باللغة الروسية. ما في داعي أضيف كلمات أخرى، يعني ما بقول لك أنا رايح راكب أو رايح كل يوم بروح وبيجي، خلص يجي يفهم منها أنه أنا راكب وهذا الفعل يتكرر. توريستي فسيجدا خوديت ايتا كافي، فسيجدا تعني دائما. ها طب هون عم اكد انه دائما معناته شو؟ دائما معناته عم تتكرر روحتهم وجيتهم. فالسواح دائما يروحوا على هذا المقهى، متعودين يروحوا على هذا المقهى. توريستي فسيجدا يزدد ايتا موزي، هون شوفوا خوديت عم يروحوا مشي لانه ربما الكافي قريب، وهون يزدت معناته هون بفهم انا انه هن راكبين، هو ما في داعي اقول نافتوبوسي لانه خلاص بفهم انا انه هون راكبين. فهن وين عم يروحوا؟ الى هذا المتحف، فربما المتحف خارج المدينه او في مكان بعيد، فيضطروا ان يروحوا راكبين بالافتوبوس بالباص. فشرا يا خديلا في ماجازين، فشرا يا خديلا في ماجازين ايكوبيلا او واشي. هلا هون معنات خديلا لما اجت بالماضي خديلا معناته شو؟ انا رحت ورجعت، انا رحت ورجعت، بما معناها ان هذا الحدث حدث في الماضي، انه انا رحت ورجعت. لما بتقول لي تقول احدهن تقول يا خديله معناته هي هلا هون موجوده، ما هيك؟ وتقول انني انا ذهبت، فانا بفهم انه هي كانت هون وراحت على المتجر ورجعت. طب شو ساوت؟ اشترت بضاعه او اشترت اغراض، اشترت هون بالحاله المثاله اشترت اوش، اشترت اوش خضار. فهنا يفهم انها ذهبت ورجعت، ذهبت ورجعت، ذهاب واياب. ما بتقول في شراء يا شلا في ماجازين، لانه هنا يفهم اذا قالت الفعل عفوا الفعل هذا اذا استخدمت هون الماضي هذا تبع هذا اللي هو باتجاه حركه واحده، لاحظوا تقول انا، هي تقول يا شلا. فهون انا بفهم انه انا لما كنت رايح على المتجر، ايه شو يعني لما كنت رايح شو صار؟ فبدها تذكرني اللي صار هيك او ما هيك. بينما هنا هي ماذا تقول لي؟ تقول لي ان انا يا خديله ماجازين. فهون بفهم انه هي راحت ورجعت، ما بفهم انه هي لسه كانت في طريقها الى الذهاب او لما كانت هي ماشيه، لا خلاص بفهم هون انه هي راحت ورجعت، هيك بفهم باللغه الروسيه. اذا هي اهميه تشكيل افعال الحركه. واشترت خضار. فشرا يا يزل في مغازين مترو، كمان هون يفهم انه انا رحت، ممكن نقول مترو حددت انا الوسيطه او الواسطه اللي انا رحت فيها، ولكن حتى لو ما ذكرت فيفهم من فعل يزل انه انا رحت ورجعت راكبا، رحت ورجعت راكبا، حددتنا مترو بالقطار الانفاق بالمترو. لاحظوا اهميه افعال الحركه. واخذنا بعض الامثله اقراها كمان بسرعه، فحوار تدخل فيه أفعال الحركة. فيرا بريفيت، مرحبا يا فيرا. فيرا بريفيت. زدراستوي لينا، أهلا لينا، مرحبا لينا. رادا تبيا فيدت، أنا سعيدة. رادا تبيا فيدت، هي مفعول به مثل ما ذكرناها بحالة لما ذكرنا الحالة الرابعة، شرحناها بالتفصيل انه كيف تتغير يتغير الضمير بحال مفعول به. رادا يا تبيا فيدت، سعيدة برؤيتك. كودا تي ايديوش، لاحظوا السؤال كودا، الى اين حركتك، الى اين انت ذاهبه، الى اين انت متوجهه. كودا تي ايديوش، هلا معناته انه ماشيين، لذلك هي استخدمت الفعل ايتي تبع المشي. كودا تي ايديوش، الى اين انت ذاهبه؟ ايدو ماجازين، يا ايدو ماجازين، انا ماشيه. اذا عم شو عم نوصف الحركه اللي عم نشوفها حاليا، انا ذاهبه الى المتجر. ف ماجازين، ف عربة المجازين بالفينيتي نبدأ الحالة الرابعة، ولكن المجازين لا تتغير لأنها غير عاقل، وهذا شرحناه كله بالتفصيل. أكوداتي إيديوش، وإلى أين أنت ذاهبة؟ يا إيدو دموي، أنا ذاهبة إلى البيت. وقلنا كلمة دوم بيت، دموي يعني إلى البيت، ما في داعي نستخدم مع حرف جر إلى، لا مباشرة دموي يعني إلى البيت.
مثال آخر، أنس جدي في بلي فشرا، أنس جدي في بلي فشرا، أين كنتم البارحة؟ هاي طبعا على فكرة كل شيء هون موجود نحن أخذناه سابقا ومفهوم، هنا عم نطبقه على أفعال الحركة. يا بلوف كريملي، أنا كنت في الكريملين. قدي هون خودتسا، هون عم نرجع نستذكر البريدلوجني بادج اللي أخذناها مع السؤال قدي أين، وقلنا فعل يقع. قدي هون ناخذ أين يقع، هون خودتسا ناكراس نوي بلوشة، دي هاي الجار والمجرور اللي ذكرناه وأخذنا عنه كثير دروس ومحاضرات. أكودا في يدتي زافترا، وأين ستذهبون غدا، وأين تذهب تسافرون، تذهبون مسافرين أو تذهبون راكبين غدا. راح نلاحظ هلا لما نأخذ الفعل اللي بعده ممكن نقول كودافي بايديتي، ممكن نستخدم كودافي يديتي وكودافي بايديتي زارتا، يعني بايديتي ستذهبون سي عفوا سي فودنيا، كودافي يديتي سي فودنيا، ولوين أنتوا رايحين اليوم، اليوم يعني بعد هلا. سيفودنيا مي يدم بالشوي تياتر، رايحين إلى البالشوي تياتر سماتريد باليت، نرى نشاهد لمشاهدة. إذا ذكرنا يدم وبعد كمان في فعل فيأتي بالمصدر، إذا رحنا رايحين على البالشوي تياتر مشان نشاهد الباليت. لاحظوا هون نا كراسني بلوشي، دي هاي بريدلوجني بادج، عربت حسب الحالة السادسة اللي شرحناها. ف كمان حرف جر، ولكن هون باعتباره جاء مع فعل الحركة اليدم، فاستخدمنا الحالة الأعرابية الرابعة الفينيتني بادج مع السؤال كودا، شرحناها سابقا. أيضا حوار آخر، كودا تي إيديوش، إلى أين أنت ذهب؟ أونيفرسيتيت، وين رايح؟ رايح الجامعة. عفوا كودا تي إيديوش، وسؤال آخر أونيفرسيتيت، إلى وين أنت رايح؟ رايح على الجامعة. لوين أنت رايح؟ رايح على الجامعة بأونيفرسيتيت. نيت لا، ني اونيفرسيتيت يا ايدو باسين، لا انا ماني رايح على الجامعه، انا رايح الى المسبح، ضار انا بدي استجم او عندي وقت فراغ. اي تشاستا تي خودش باسين، تشاستا يعني معناته انت دائما يعني عاده متعود تروح، لذلك استخدمنا الفعل خديت. لاحظوا استخدمنا الخديت اللي هو ذهاب واياب، عاده ذهاب واياب. اي تشاستا، طبعا الطلاب اللي عم يدرسوا مضبوط يفهموا علي. اي تشاستا تي خودش بسين، انت متعود انك تروح على دائما تروح على المسبح. نيت مو على طول، ني تشاستا يعني مو دائما على طول. يا خاجو، ايضا هون خاجو افهم منه انه عم يروح ويجي اكثر من مره، متعود يروح ويجي. تولكا بوبياتنيتسام، فقط تولكا معناته فقط بالجمع، يعني لا انا صحيح متعود روح ولكن مو دائما، فقط ايام الجمعه. تماما ايام الجمعه لما يكون عندي دوام او مدرسه، وبعد ما اكون انا مثلكم انتم يا شطورين، كون خلصت دروسي وحليت وظائفي وساعدت اهلي بالبيت، بعدين رحت استجم بروح الى المسبح. هلا نكمل افعال الحركه تكمله. هلا راح نشوف نستخرج من هذه الأفعال الأربع أفعال أخرى. قلت لكم أنا احفظوا هذه الأفعال الأربع اللي أخذناها سابقا، راح عيدهم على السريع أو فرجيكم ياهن على السريع. إتي وخديت، إتي وخديت باتجاه واحد، وخديت ويزد باتجاه ذهاب وإياب. هذول الأربع أفعال راح نطلع منهم أفعال أخرى. هلا نأخذ أول شيء فعل إتي اللي هو شو كان؟ هو كان الفعل ماشيا، شايفين الصورة ماشيا، ها وباتجاه واحد بيشكوم وباتجاه واحد. شو نستخرج منه؟ إذا أضفنا لهذا الفعل البريستافكا أو البادئ بو قبل الفعل، يصبح بالشكل التالي، يصبح بالشكل التالي. أيضا بيشكوم ماشيا، ولكن لاحظوا الفرق أنه هنا أنا عندي رح نقول هذا هو المكان، هو بدء الحركة بهالاتجاه، شايفين بدأت الحركة بهذا الاتجاه، يعني بما معناه هون يمشي، هنا شو معناته؟ سيبدأ الحركة، سيمشي سيمشي، كان واقفا أو كان موجودا
وسيذهب. معناته هذا بأي زمن يمشي حاليا؟ إذا أخذناه بالزمن المضارع يمشي حاليا، ما هيك؟ هذا لا يأتي بالمضارع. ليش؟ لأنه بالمضارع كان هون عندنا المضارع، وهو أصبح في المستقبل، سيبدأ الحركة. إذن سيمشي، سيذهب، فيصبح الفعل على الشكل التالي بعد ما ضفنا البو للفعل إيتي، يصبح باي تي. هذا فعل حركة كمان جديد صار عندنا، صار الخامس عمليا. باي تي ماشيا وباتجاه واحد، يعني انطلق، كان واقفا، كان هنا، وسينطلق، أو انطلق بمعنى بدأ الحركة. هذا يسموه الروس ناتشات إي تي، بدء المشي، أو ناتشات دفيجينيا، بدء الحركة. إذن بدأ الحركة، فيصبح على الشكل التالي، يصرف على الشكل التالي. يا بايدو، لاحظوا سهل جدا، إيدو بايدو، ضفنا البو بو بو بو، لاحظوا، فصار إيدو بايدو، إيديوش بايديوش، بايديوت بايديوم، بايديوتي بايدوت، والماضي منه شول، حطينا له بو صار باشيول، باشلا باشلي. إذن سهل جدا، بعيد. كان الفعل إيتي على الشكل التالي تصريفه، لما ضفنا له البو أصبح بايتي، وأصبح تصريفه على الشكل التالي، إيدو بايدو، إيديوش بايديوش، إيديوت بايديوت، إيديوم بايديوم، إيديوتي بايديوتي، إيدوت بايديوت، شول باشول، شلا باشلا، شلي باشلي. سهل جدا. ما معنى هذا الفعل؟ أنه بدأ الحركة بالاتجاه المعين، باتجاه معين. إذن ونستخدمه في المستقبل. هذا الفعل رح نسميه فعل تام، بمعنى يأتي بالماضي بالتام ويأتي بالمستقبل بتمام الحركة، أي يعني بدء الحركة، وهو لمرة واحد. هلأ إذا أخذنا عليه أمثلة، شوفوا سيتشاس يا إيدو بارك، الآن 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 أنا ماشي باتجاه واحد، إلى أين؟ إلى الحديقة. سيتشاس يا إيدو بارك، ماشيا ماشيا. طيب شو يقابل إذا أنا بالمستقبل، اللي هو المستقبل؟ شو يعني المستقبل؟ المستقبل يعني مو بعد 50 سنة ولا 100 سنة ولا الألفية الثالثة ولا الرابعة، لا، المستقبل هو كل شيء سيبدأ بعدها، بعد كلامي، بعد الآن، بعد هذه الثانية، هو يعتبر مستقبل، وكل شيء حدث قبل هذه الثانية، قبل هذه اللحظة، فأصبح ماضي. تمام، مثل ما تكلمنا سابقا. فأقول أنا فيتشرم سيتشاس، الآن الآن نحن بنيوم ده في النهار، فيتشرم مساء، مساء يعني ما عنده إيمت، بعدين في المستقبل، مساء يا بايدو ماجازين. تمام، يعني لسه ما بلشت أنا الحركة، هون راح يكون فيتشرم، لسه أنا هون، حاليا أنا هون، حاليا أنا هون. فلما يصبح عندي المساء، وقت المساء، يا بايدو، سوف أبدأ الحركة، تبهتوا؟ في المستقبل. فهون يا إيدو الآن، يا إيدو بارك، الآن حاليا، أنا هلا إذا تشوفني أنا هلا ماشي رايح على الحديقة، ولكن متى سأذهب إلى المتجر؟ ربما بعد ما أرجع من الحديقة، ما هيك؟ فأقول فيتشرم، فيتشرم يا بايدو ماجازين، مساء أنا سوف أذهب إلى المتجر لكي أشتري بعض الأغراض. أصبح أتصور الأمر يعني واضح. مثال آخر، مي إيديوم نارينك، نحن ذاهبين إلى السوق. رينك مثل ما ذكرنا هو يعني ممكن تقول السوق الشعبي. مي إيديوم نارينك، نحن ذاهبين إلى الرينك، إلى السوق. هلأ إذا كان بدأ تبدأ الحركة، زافترا، زافترا غدا، زافترا مي بايديوم بغوستي، زافترا مي بايديوم بغوستي، نحن غدا سوف نذهب إلى الزيارة. طيب هلأ انتبه علي، هون في شغلة مهمة لازم نذكرها من بعض العادات، وأنا ذكرتها في الحلقة الماضية،
من عادات الشعب الروسي مثلا. لاحظوا الجملتين، الجملة الأولى مي إيديوم نارينك، انتبهوا علي، مي إيديوم نارينك، نحن ذاهبون إلى المتجر، عفوا إلى السوق. طيب شو رايحين على السوق مثلا؟ رايحين نشتري أغراض، رايحين احنا مثلا نشتري اغراض، تمام؟ نحن مي ايديوم حاليا نحن ماشيين الى السوق بدنا نشتري اغراض. ليش؟ على سبيل المثال زافترا بالجمله الثانيه، لاحظوا ايمت راح تبدا حركتنا التالي او فعلنا التالي، راح يبدا زافترا، يعني مو هلا نحن هذا الوقت الحالي، اما زافترا يعني سوف تبدا حركتنا غدا، بانه راح نروح لوين؟ الى الزياره، راح نروح زيارة، راح نزور ناس، نزور عالم. فاليوم نحن ذاهبون إلى السوق بدنا نشتري أغراض، وزافترا مي بايديوم بوستي، زافترا غدا سوف نذهب لزيارة أصدقائنا. كما ذكرت أنا، طب شو دخلوا هذا؟ ذكرت عادة وما عادة. على فكرة الشعب الروسي يعني كما أنا أعرف يعني شعب طيب، مضياف كريم ومضياف، يعني بمعنى إذا عندك تروح أنت زيارة فيستقبلوك مباشرة ورأسا يحطوا لك ضيافة وأكل، وحتى إذا كنت يعني مقرب شوي فممكن مباشرة أهلا وسهلا إلى المطبخ ونزلوا لك حطوا لك أكل وحطوا لك كذا. إذا كنت قادم من السفر مباشرة يسألوك أكيد أنت بدك تأكل، تمام؟ وإذا المقابل إذا أنا عادة بروح زيارة فكمان عندهم هيك يعني تقليد أنه أنت عادة تروح على زيارة ما تروح يديك فاضية غالبا، اذا كان في مناسبه تاخذ هديه بغض النظر عن شو المناسبه شو الهديه، او انه انت رايح زياره فممكن تاخذ، يعني ما هو شرط اساسي ولكن غالبا انك تاخذ معك شيء معك بايديك تاخذه للضيوف. طيب مثال اخر، اني سيتشاس يدوت في شكولو، هم الان يمشون ذاهبون يذهبون حاليا اين؟ الى المدرسه ماشيه، ما هيك؟ هلا زافترا اوترام غدا صباحا اني بايدوت في شكول، وهم بكره ايضا الصبح ايضا توجه كمان ايضا سوف يذهبون الى المدرسه، تمام؟ زافترا اني بايدوت، ما في عطله، زافترا بايدوت نسامم ديلي، في الواقع زافترا بياتنيتسا وناس في سيري ده بودت وخدنوي، يعني ما راح يكون في مدرسه. Когда я шел на почту, я встретил друга. عندما كنت ماشيا إلى إلى البريد، أنا قابلت صديق. هاي بنعرفها، ما هيك؟ Когда я шел. طيب كيف نستخدمها مع التام أو مع المستقبل؟ Когда я шел домой, неожиданно пошел дождь. تمام. إذا هلا بدنا نجيب هذا الفعل في المستقبل، في المستقبل. فبدنا نقول على سبيل المثال، يعني شو إيمتى يأتي بالمستقبل مع فعل ثاني؟ فنقول كاغدايا شول داموي، عندما كنت أمشي أنا إلى البيت، نياجيد نبا شول دوش، بدون يعني بدون أو فجأة هطل المطر. طيب أنا هون عندي فعلين، فعل ذهابي وفعل هطول المطر. لاحظوا انه انا كنت ماشي وطرأ هطول المطر، يعني اجا المطر هطل عندما انا كنت عم امشي في المستقبل، يعني انا ماشي وبعدين هطل المطر، فاستخدمنا باشول دوشت، هطل المطر. لو كانوا الفعلين مع بعض يعني انا ماشي عم يهطل المطر، فبدي استخدمهم اثنيناتهم مع بعض، فاقول كاغدايا شول داموي شول دوجت، استخدمت الفعل الماضي تبع إتي، تذكروا إتي هذا موجود هون عندي، ها إتي، بينما أنا استخدمت الفعل الماضي تبع التام. ليش؟ لأنه هذا فعل قاطع الفعل اللي أنا عم استخدمه.
إذن كاغدا يا شول دموي ني اجيدن با شول دوجت. هلا نستخدم البو ايضا في الماضي مع الفعل يخت، الفعل الثاني اللي هو راكبا. هيك استخدمنا الاول هو ماشيا، حاليا راكبا، يخت يخت. ايضا هذا نفسه باتجاه واحد ولكن راكبا، نات ترانسبورتي وباتجاه واحد، راكبا ماشيا عفوا راكبا باتجاه واحد. ها هلا راح نضيف له البو نفس الطريقه، راح نضيف له البو يصبح عندنا الفعل التالي، يصبح لدينا الفعل التالي نات ترانسبورتي، نات ترانسبورتي على او بواسطه وسائط النقل، نات ترانسبورتي بواسطه وسائط النقل. فيصبح الفعل بعد إضافة بو يخت، بو يخت يصبح باي يخت، بو زائد الفعل يخت أصبح باي يخت، أصبح بو يخت راكبا راكبا. أيضا نفس الأسلوب ونفس الشرح، أي أنها الحركة سوف تبدأ من الآن ولكن راكبا ركوبا بالاتجاه التالي، بالاتجاه التالي راكبا. إذن أيضا الحركة سوف تبدأ بعد اللحظة، نفس أسلوب ماشيا ولكن هنا راكبا، نفس أسلوب ماشيا ولكن هنا راكبا. سيتشاس يا إيدوف أونيفيرسيتيت، سيتشاس يا إيدوف أونيفيرسيتيت الآن عفوا، سيتشاس يا يدو لأن قلنا هذا الفعل راكبا راكبا. سيتشاس يا يدوب اونيفيرسيتيت الان انا راكبا الى الجامعه بواسطه من وسائط النقل. طيب فيتشرا نفس الشيء، مساء يا بايدو نا كونسرت، وفي المساء سوف اذهب الى الكونسرت او سوف اذهب الى الحفله راكبا بويدو. اذا متى ستذهب، متى ستبدأ حركتي؟ بايدو فيتشرا مساء، مساء. إذن تبدأ الحركة من لحظة التعيين مساء، سوف أنا أذهب. إذا نقول أنا الآن مسافرا أو راكبا وفيتشرا مساء سأذهب، أيضا سأذهب راكبا إلى الكونسرت. تمام؟ طيب أنا يدتنا رابوتو نا ماشيني، هي مثل ما ذكرنا سابقا متعودة تروح على الشغل في يدت نا ماشيني يعني بالسيارة راكبة. هلا كيف بدها تصير بالمستقبل؟ زافترا غدا مي بايدم بارك، او ممكن اذا جبنا نفس المثال زافترا انا بايدت نا روبوتو توجي نا ماشيني. فزافترا مي بايدم بارك، غدا غدا نحن سوف نذهب راكبين الى البارك، غدا نحن سوف نذهب راكبين الى البارك او الى الحديقه. بعدين اوتشينيكي، اوتشينيكي يعني التلاميذ او المتعلمون يدو تشكولو نافتوبوسي، هن متعودين يروحوا راكبين إلى المدرسة نا أفتوبوسي على أو بواسطة الباص. زافترا غدا، زافترا غدا غدا أوترم صباحا أني بايدو تشكولو، كمان وغدا أيضا هنا بايدو، إذن زافترا عمليا أو فيتشر يعني في المستقبل، أني بايدو تشكولو، كمان سوف يذهبون راكبين إلى المدرسة. كاغدا يا يخل نامور ياف ستريت لدروغا، عندما كنت مسافرا، شفناها سابقا، عندما كنت راكبا الى البحر او بمعنى مسافرا الى البحر انا قابلت صديقي. طيب كيف بدنا نستخدمها؟ يا با يخل داموي نا بويزدي، نحن استخدمناها باشول دوجت باللي قبلها ما هيك. هلا هون نفس الشيء، يا با يخل دموي نا موري، انا عفوا يا با يخل دموي نا بويزدي، انا
سافرت في يعني بمعنى أنا حاليا وين؟ أنا حاليا ربما هنا يعني، ولكن أنا رحت على البيت باعتبار بالماضي سافرت أو رحت راكبا نابوزي. أنا بسألك ناتشومتي بيخل بشو ركبت؟ رحت مرة واحدة يعني رحت، تقول يا بيخل نابوزي. أنا امبارح أو أول امبارح أو الأسبوع الماضي، يعني مو انه شغل متعود بس الاسبوع الماضي او لما رحت هالمره انا يا بايخل دموي نا بويزدي، رحت انا بواسطه القطار. اذا هون ايضا صار عندنا فعلين اخرين مع اتجاه الذهاب، مع اتجاه الذهاب. طيب اذا هذا تقريبا اكملنا اللي بداناه في الحلقتين الماضيه. راح نقرا بعض الحوارات اللي راح ندخل فيها الأفعال الستة عمليا ربما اللي أخذناهم. تانيا بريفيت، مرحبا تانيا. زدراستوي ماشا، مرحبا ماشا. كوداتي إيديوش، إلى أين أنت ذاهبة؟ كوداتي إيديوش، كوداتي إيديوش. إيدوف ماغازين، أنا ماشي رايحة إلى المتجر. أكوداتي إيديوش، وإلى أين أنت ذاهبة؟ يا إيدو دموي، هاي نعرفها تمام، يا إيدو دموي. Когда ты поедешь в университет, мета? Тарфуа, когда ли мы ходим с заманом, а заман? Когда ты поедешь, мета сатадхабин? Идан, это в мустакбал. Когда сатадхабин? Урракибатан. Когда ты поедешь в университет, мета сатадхабин или джамиа? Когда ты поедешь в университет? Я поеду в университет завтра. Сауфа адхаб гадан. بيدو غدا زافترا. إذن هون استخدمناه بالمستقبل، متى ستذهبين وسأذهب تمام. طيب مثال آخر، كوداوي بيدتي أدخات ليتم، إلى أين ستذهبون للاستراحة ليتم؟ بيدتي عمان هون تجي معنا تسافروا لأنه راكبا. إلى أين أنت سوف تذهبون أو تسافرون في الصيف للاستراحة؟ للاستراحة الدخات. يا بايدو، هنا بالاحترام في أنتم، يا بايدو موسكو، سوف أسافر إلى موسكو يعني أستريح هناك مثلا. يا بايدو موسكو. في تشاستا يدتي في موسكو، أنتم متعودين تروحوا على موسكو؟ دا يا يدو تو دا كاجدي جود، نعم أنا متعود روح لهوني كاجدي جود، كل عام كل عام. يا يدو تودا كاجدي جود. طيب مثال آخر أو حوار آخر، أليق اسم روسي، أليق كوداتي كوداتي خديل فتشرا، لوين رحت أنت مبارح؟ رحت وجيت ما هيك خديل ماشيا. كوداتي خديل فتشرا، لوين رحت مبارح؟ شراء يا خديل نارينك، امبارح انا رحت الى السوق. شراء يا خديل نارينك. اكاغداتي بايديوش نا ستاديون، كاغداتي ومتى بايديوش، معناته باي زمن صار؟ في المستقبل، بو لانه صار هنا بو. ومتى سوف تذهب الى الملعب؟ كاغداتي بايديوش نا ستاديون، متى ستذهب الى الملعب؟ يا بايدو نا ستاديون وفتورنيك، أنا سوف أذهب إلى الملعب في يوم الفتورنيك. أي يوم الفتورنيك؟ نحن بنعرف الأيام وأخذناها ما هيك، اللي هو يوم الثلاثاء. يا بايدو نا سوف أذهب، لاحظوا بوي بو بو بايدو أيضا في المستقبل، سوف أذهب إلى هناك يوم الثلاثاء. يا توجه، وأنا أيضا، وأنا أيضا كمان الظاهر أنا كمان رايح لهوني. بايديوم في ميستي، فلنذهب سوية. بايديوم نحن أنا وأنت، بايديوم في ميستي مع بعض، نعرف هاي الكلمة. خرشو موافق؟ يا توجي بايديوم في ميستي، خرشو فلنذهب سوية، منيح تمام خرشو ماشي، يلا نروح مع بعض تمام تمام. إذن أليق يا أليق، كوداتي خديل فتشرا، إلى أين أنت رحت مبارح؟ فتشرا يا خديل نارينك، مبارح أنا رحت على السوق. أكاغداتي بايديوش نستاديون، وماذا سوف تذهب؟ يعني ما راح لهون مشيا ما هيك، وإمتى راح تروح على الملعب؟ يا بايدو نستاديون وفتورنك، الثلاثة أنا رايح على الملعب.
يا توجه وانا كمان رايح، شو رايك نروح مع بعض؟ بايد يوم بنيستي خرشو، نروح مع بعض. تمام، حسنا، منيح، خرشو. هل هون عندنا بعض العبارات اللي كمان راح نجسد فيها هذه الافعال. عندنا مثلا يا ايدو اونيفرسيتيت اي زافترا توجه بايدو، انا بذهب، انا بروح على الجامعه، متعود بروح على الجامعه، او حاليا حاليا انا رايح على الجامعه. ها يعني انا هلا شفتني بقول لك انا رايح على الجامعه. وزافترا وبكره ايضا، توجي ايضا تعلمنا معناتها توجي، بايدو وبكره كمان رايح بالمستقبل. اذا هاي انا حاليا وهي بالمستقبل. فشرا كاغدا يا شول اونيفرسيتيت، بنعرف هاي العباره، البارحه عندما كنت ماشيا الى الجامعه، يا ستريت الدروغا قابلت صديقي، وشوف بعدين صار امي باش ليف ميست بارك. لاحظوا هون طورناها شوي، مو بس انه لقيت صديقي، وشو صار بعدها؟ صار بعدها انه انا وهو ذهبنا. لذلك لاحظوا انا كنت بدي اشير لكم يعني انه هون الفعلين تقاطعوا وليس مستمرين مع بعض. يعني عندما كنت ماشيا، عندما انا كنت ماشي قابلته، طب بعد ما قابلته شو صار؟ ذهبنا الى البارك، ذهبنا الى البارك، مي باشلي بارك. اندري دوما، سؤال، اندري دوما، هل اندري موجود بالبيت؟ نيت اون باشول نارابوت اون باشول. اذا هذا الفعل التام مع الفعل مع الكل بو، كان احنا بنعرف شول، هون صار باشول، اي انه هذا الفعل تم، ليس شول كان يمشي، وانما باشول مشى، راح، ذهب. أندري هنا موجود في البيت؟ لا، هو ذهب إلى العمل. باشول فعل حدث في الماضي وانتهى، باشول. إذن هذا ذكرناه تام، وإن شاء الله نخصص حلقة لا بأس فيها أو أكثر للكلام عن الفعل التام وغير التام ربما بعد هذا الموضوع. هلأ إن شاء الله بعدين نستمر نتعرف على موضوعنا التالي، وهو تذكر الحالة الأعرابية الثانية، كيف تتغير فيها الأسماء، وما مناسبة الكلام عنها حاليا. هو لكي نتذكر، نحن أخذناه كما ذكرت على من حوالي تقريبا 15 أو 16 حلقة، ونتذكرها لكي أيضا نستخدمها مع أفعال الحركة، ولكن بالاتجاه الآخر هو القدوم. وراح نروح نتعرف إن شاء الله بالحلقة القادمة كيف نستخرج من الأفعال اللي أخذناها، هذه الأربع أفعال، فعل القدوم أو الاتجاه، بالاتجاه القادم، الإياب يعني. أعزائي، نأي تميزة كان شوفوا مناش أوروك، ننهي درسنا على هذا. يا جيلاج توتي وامبيلا باليزنا ينتريسنا، أتمنى أن يكون هذا كان مفيدا لكم ونافعا وممتعا. وكما ذكرت أن أفعال حركة مهمة جدا يجب أن نتعلمها باللغة الروسية. تابعونا إن شاء الله الحلقات الجاية. نأي تميزة يا وامسكاجو. До свидания, и до свидания.